لا العمال وعلى الناس اللي يساندونا فقط. كما قلت هذا شكل من الأشكال النضالية الاحتجاجية التي ستأخذها الشغيلة في حالة لم يكن هناك حوار يستجيب لهذه المطالب. وتحية لجميع العمال على هذا الشكل الراقي. كوم نعماني حسين مستخدم شركة طقوس 4 لتوزيع فواتير الماء والكهرباء لصالح شركة ريضال. كيف شفتوا الإخوان جاوا 70 ديال العمال ب70 العائلات ديالهم. كيف شفتوا الوقفة الحضارية اللي كانت الآن أمام ريضال للوقفة الثانية واللي كنوجهوها مباشرة للمدير العام باش أنه يدير لنا شي حل باش نرجعوا لخدمتنا إن شاء الله. وكيف كتعرفوا كيف سبق لكم عرفتوا انه جابوا شركه جداد وتخلاو علينا حنايا وحنا ما غنتخلاوش على المطالب ديالنا. حنا غندافعوا المطالب ديالنا حتى لاخر رمق وما مفكينش ما مفكينش ما مفكينش. السلام عليكم. عباب احمد ياسين عامل في عمال شركه طقوس لتوزيع فواتير الماء والكهرباء الموكل من طرف شركه ريضال. حنا اختي المطالب ديالنا واضحين وباينين، هو عدم انقطاع العمل، هو اننا نكملوا العمل ديالنا كيف ما كنا. حنا كنا خدامين من كاين اللي خدام 17 سنه كاين اللي خدام 15 سنه، اقل واحد فينا خدام 4 سنين او 5 سنين. بالليل ونهار كنتفاجئوا بانه شركه ريضال فوتات هاد المارشي هذا لشركه اخرى جديده اللي هي ميراتيك وبغات تستغنى علينا. حنا كاملين العدد ديالنا 71 عامل بعائلاتهم بوليداتهم بالتزاماتهم وجابت الناس جداد اللي يخدموا معاها. حنا دابا كنناضلوا من اجل باش شركه ريضال ترجع للصواب ديالها وتكلف لحقاش هي الشركه الام وتفرض على الشركه الجديده انها ترجع لها حنا الخدمه ديالنا ولا مناصب الشغل ديالنا. هذا كل ما في الامر الاخت.